خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة مرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي لما الناس بدأت تنزل. هنبدأ من محافظة القاهرة. الكثافات هنا بدأت تزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من كورنيش النيل هنلاقي هناك سيولة مرورية من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية. أما كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي هناك سيولة مرورية. في كثافات تانية في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو كثافات بعض الكثافات الموجودة هناك. لو رحنا لمحافظة الجيزة وبدأنا من 6 أكتوبر ناخد بالنا إن في غلق لطريق الواحات وعمل بعض التحويلات المرورية واللي هتبقى مستمرة 6 شهور. كمان القادم من أكتوبر في غلق للطريق الدائري والاتجاه إجباري لحد محور حازم حسن، ومنه لمحور 26 يوليو في سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الثاني المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية. أما القادم من أكتوبر ومتجه لمحور 26 يوليو في غلق، وده بسبب تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمايل اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو بالتحديد قبل مطلع 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر. بيشهد كمان شارع ترسة بعض الكثافات المرورية، وده بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان ومكملة حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت فيه كثافات مرورية طبعا بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي من دائري المنيم ومتجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. وكمان بيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات على دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي ورايح لمناطق الجيزة وطريق الفيوم وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. خلونا نروح لمحافظة القليوبية. ولو انت قادم من محافظات الدلتا زي المنوفية وبتستخدم الطريق الإقليمي يفضل انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش اي كثافات منه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. ولو طريق منطقة شرق القاهرة او القادم من داخل المحافظة والقادم من الزراعي بتظهر هناك كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن اصبحت اقل من المعتاد. وبيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات، وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات بالطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة وده بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول كوبري أو كورنيش النيل في منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد. هناك هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات، ودي نتيجة معتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبتدي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي هو كمان بيشهد سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت جولتنا المرورية.